من اهم الاغاني اللي انا عملتها حضرتك كمان، كنت استضفت ياسمين علي. طبعا دي اغنيه بديعه غناها لؤي، بس ياسمين علي لما غنتها جددتها وحلوتها. دي حقيقه، دي حقيقه. لؤي كنت غضبان عليه ساعتها، قلتها في كل برامج. انا ولؤي، لؤي طبعا من اعز اصدقائي وحبيبي وحب صوته جدا، بس احنا ساعتها ما تفهميش حصل ايه في كواليس الاغاني، فقفشنا انا ولؤي، فكنت متضايق الاغنيه دي اصلا مش عايزها تنزل من كتر ما انا متضايق، وفي موضوع حصل كده كنت انا مظلوم فيه. هي كانت تتر مسلسل، تتر مسلسل. واتصالحنا انا ولؤي يعني في الاخر، قال لي خلاص ما زعلش حقك عليا وتمام، وحبيبي يعني من الناس اللي بحبها جدا. بس ساعتها ما كنتش انا راضي على الاغنيه دي. صحيت في يوم لقيت حسين الجسمي بحقيقي طبعا استاذ كبير. الاغنيه دي وهي بتتعمل انا بعت لحسين الجسمي، محمد سامي المخرج كلمني، محمد سامي كمان من المخرجين العباقره اللي بعتز بصداقتهم، وكان لسه مقابلني قريب وقال لي مش انا قلت لك الاغنيه دي هتنجح؟ انا قلت لك انا ما ينفعش والله تعدي كده. صدفه غريبه جدا، انا بعت حسين الجسمي ما كانش صديق مقرب او بتاع، ان انا اتواصل معاه وقلت له في اغنيه في تتر مسلسل عايزينك تعملها. قال لي تمام يا حبيبي. وبعدين تواصلت، هم تواصلوا مع مدير اعماله، يمكن ما وصلوش لاتفاق في انتاجيا يعني، والموضوع خلص على كده. صحيت من النوم لقيت مسج من حسين الجسمي بيقول لي مبروك يا استاذ، اغنيه نقابل الناس دي عبقريه. فانا مش فاهم حاجه، لسه ما فتحتش فيسبوك ولا سوشيال ميديا. فقلت له الله يبارك فيك يا حبيبي، بس دي يعني دي انا قايل لك عليها من سنتين تقريبا او حاجه، هي دي اللي كنت بتاعت المسلسل. قال لي والله لو اعرف كنت غنيتها. ما اعرفش، فما فهمتش. بفتح السوشيال ميديا لقيتنا قابل ناس ياسمين علي في كل مكان، وخالد الغندور بتوع الرياضه يتكلموا عليها، وبتوع الفن يتكلموا عليها، ومش عارف مين بيتكلم. ياسمين علي دي في كل مكان، والاغنيه يعني اتولدت كانها نازله هيت. نقابل ناس، نفارق ناس، وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له، محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال واجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليه؟ تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك. انا بعمل لها شير من البرنامج. حقيقي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.